المصلي قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة ممن يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور حتى يتوب. الثاني العقل، فلا تصح صلاة المجنون. الثالث التمييز، لابد أن يميز، يعني يفرق بين الأشياء. فالصغير إذا كان يميز يفرق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء، هذا نار، تقول له قم يقوم، هذا مميز فصلاته صحيحة، وإذا لا يميز فصلاته باطلة. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ولابد من إزالة النجاسة عن المكان الذي يصلي فيه، وعن الثوب الذي يصلي فيه، وعن البدن. ولابد من ارتفاع الحدث الأكبر بالاغتسال والحدث الأصغر بالوضوء. ولابد من استقبال القبلة وستر العورة، يعني أخذ كامل الزينة في الصلاة. ودخول الوقت، يعني لا يصح أن يصلي قبل الوقت. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. يعني يتعمد أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة. هاي حرام من أوجه بجيبه سبحانه رهو دالجين وقت ربه بلاي.